فصائل الدم على ما افتكر كده، في فصيل الدم A وفي B وفي O تقريبا وحاجات ومش عارفه ايه بلس وكده. في فصيل الدم جديده نزلت السوق، يعني تلاقي واحد فصيل الدم بسوسي، هو محقون بسوس. يعني ايه بسوس دي؟ يعني بس، يعني تلاقيه اكتر كلمه في لسانه بس، ما يكملش حاجه حلوه ابدا. يعني يقول لك رحنا رحله هي حلوه جدا بس غلسه، يعني هي حلوه بس غلسه. يعني شفت البنوته اللي خطبها ايمن؟ هي جميله، هي حلوه قوي بس رخمه. يعني لازم يقول حاجه ممله، يعني تكتب حاجه بقى وفرحان بيها قوي، يقول له بص انا كتبت حاجه اقراها معايا، فيقراها الله الله انت فنان، ايه ده انت كاتبها ازاي؟ بس انا مش فاهمها. يعني انت فنان، الله حلوه كاتبها ازاي بس انا مش فاهمها. او مثلا الله من فين الشوز الجميل ده، تقولي لها من محل هنا في وسط البلد كده، تقولك حلو قوي بس مش لايق عليك اهو. بس يعني لازم يرزعوا لك كلمه بس ده في قفاك يعني على طول. ما هو ما فيش حاجه عندهم في الحياه حلوه للاخر في المطلق ده، لازم يدوروا على حاجه يعكننوك بيها. بص اي حاجه بتحبها قوي 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 قوي، روح قولها للكائن البساوي ده، هتلاقيك كرهتها عمى. يعني لو انت كائن بساوي خليك في نفسك، يعني انت بسبس طول حياتك ان شاء الله تتقلب قطه، يعني من كتر البسبسه. بس ما تقرفناش، احنا عايزين نستمتع بالحياه، عايزين نستمتع باللي عندنا. من الاخر الى كل كائن بساوي، بطل تبسبس. انت لو شلت بسبسه من كلامك هتلاقي نفسك صامت، انت مش هتتكلم، لانك كل اللي بتقوله بس بس بس. يعني حلو بس، يعني والبرنامج ده حلو بس رخم، هي المذيعه دي لطيفه بس غلسه، هو المخرجه شاطره بس غلطاتها كتير. يعني بس بس كده.